عاصفة رملية شديدة اجتاحت بكين والعديد من المقاطعات الشمالية في الصين. غطت العاصفة المنطقة بسحب كثيفة من الغبار البرتقالي ودفعت تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة. حذرت السلطات سكان بكين من الخروج لممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة، وطلبت من السائقين التزام اليقظة وتقليل السرعة بسبب ضعف الرؤية. تتعرض بكين بانتظام للعواصف الرملية في فصل الربيع مع تفاقم الضباب الدخاني بسبب ارتفاع الأنشطة الصناعية وقربها من صحراء جوبي.